دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك عمل جلسه طويله مع مدحت عبد الهادي المدرب العام على هامش ميران امبارح، وتناقش المدير الفني مع المدرب العام في كافه الامور والتفاصيل الخاصه بالمرحله المقبله وخطط الاستعداد لها في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمه في مسابقه الدوري بخلاف مباراه السوبر المصري. توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ علق على الأزمة التي وقعت بين ساديو ماني وليوري ساني لاعب الفريق، وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة هوفنهايم في الدوري: تم التعامل مع الأمر، والمباراة والغرامة هما النتيجة ناتجة عن الأحداث، ولم أشاهد ذلك بنفسي لأني كنت في غرفة التدريبات. وعن موقعة مانشستر سيتي في لقاء العودة قال: يجب عدم فقدان التركيز لأن المهمة تبدو مستحيلة. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقع غرامة مالية على فريق ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي في الجولة 29، وكتب الاتحاد على صفحته الرسمية: تم توقيع غرامة مالية على ليفربول قدرها 37500 جنيه استرليني لإحاطة لاعيبة أو لاعبي بحكم المباراة خلال الدقيقة 34 من مباراة الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم 1 إبريل. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا.